أجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة منتصف الأسبوع، التفاصيل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. تستمر الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة خلال بداية الأسبوع الحالي، لكن هناك اختلافات على درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض. نستعرض تفاصيلها بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد تبقى المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن يوم الاثنين تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة، ترتفع قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية، لكن الارتفاع الملحوظ سيكون هنا في المنطقة الشمالية الغربية والغربية من المملكة مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة في هذه المناطق. اعتبارا من يوم الثلاثاء بإذن الله تعود وترتفع درجة الحرارة في عموم مناطق المملكة، تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية والشرقية، أعلى من معدلاتها في المنطقة الشمالية الغربية والغربية منها. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 14 درجة مئوية، المحسوسة 12، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 26 إلى 15، يوم الثلاثاء ارتفاع تسجل 27 إلى 17، وارتفاع ملموس على الحرارة يوم الأربعاء تسجل 32 إلى 20 درجة مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاثنين في باقي المدن السعودية، نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك 25 إلى 11، سكاكا 24 إلى 12، عرعر 22 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 32 إلى 19، جدة 30 إلى 20، مكة المكرمة 35 إلى 21، والطائف 26 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 21 إلى 14، أبها 24 إلى 12، وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 26 إلى 13، حفر الباطن 24 إلى 13، والإحساء 27 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 26 إلى 15، بريدة 25 إلى 14، وحائل 25 إلى 12 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.